السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله المصطلحات اللي مرنا عليها من أمثال أنواع المعاملات الحرارية النورمالينج والتندرينج والكوتشينج والنيلينج والهوت فورمينج أو الكولد فورمينج أو أنواع الستيل، هاي الريمد ستيل، الكاب ستيل، هاي أحاول أدز لكم أما فيديوهات حتى تشوفونها أو نطلع يعني مقاطع فيديو أعرضها لكم ممكن تطرحونها على الفيديو، لأن أكو كثير من الأمور يعني تحتاج إلى أنه يكونوا يعني يشوفونها وتطلعون عليها. أنا ما راح نشرحها يعني شيء بالتفصيل، أركز بس على أنبياء سبيو وسبيو خمسة، حتى يعني أول شيء ما نشتت، ثاني شيء الفيديو ما يكون يصير يعني الوقت ماله طويل. وبصراحة أكو هاي يعني خصوصية أو الملكية، يعني ذيك المرة نشر الفيديو يعني مال الفاكيوم بوكس جاني شلون التنبيه، يعني أنا بصراحة يعني حديث العهد باليوتيوب، فجاني شلون التنبيه، أنا كان قصدي إنه حتى تشوفون المقطع الفيديو العملية شلون تصير، فحذفته يا الله، وحتى لا تتكرر هيك حالات، مضطر يعني تنسد القناة، وراح يصير الترتيب مثل ما قلت لكم إن شاء الله تعالى. وصلنا لموضوع الامباكت تيست اوف بليت، يعني اختبار الصدمة اللي وين راح يصير؟ يصير على الروائح الحديدية، في مقدمة انه اكو عدة انواع من الاختبارات الصدمة الامباكت تيست. عندنا أشهر نوعين الشاروي والآيزو، لكل من هاي الطريقتين يعني لكل من هالنوعين طريقة الخاصة به. نحكي هنا عن الاختبار الامباكت تيست. الامباكت تيست طريقتين، هو طريقة التشاربي أو طريقة الآيزود، إنه يشابهن، أكو وجه تشابه وأكو وجه اختلاف بيناتهم. العينة مالت التشاربي فينوج تكون 10 في 10 في 55 مللي، أما مالت الآيزود لا، 10 في 10 في 75. وأكو تفاصيل ثانية، يعني أكو عدة أنواع للنوتش. يعني ساعة تشاربي في نوتش تجي النوتش مالته أما بشكل هاي مثل صار شكل حرف، يعني حرف بي أو جنها الكي هو الفتحة مالت المفتاح، وهاي تفاصيل القياسات، أو يو نوتش مع 3 أنواع أي و بي. بس طبعا المطلوب بس بالاختبار مال الـ ABI 650 هي تايب اي مذكورة، اما الايزود تجي ابعاد 10 في 10 في 75 يجي في نوتش نفس المثال، وهاي التفاصيل. يعني اذا واحد يريد يفهم الموضوع موجودة فيديوهات كثيرة يعني على اليوتيوب. طبعا شكل العينة بالشاربي تكون أفقي، والهمر راح يضربها
ممكن هذا الشيء يعني. من هاي الجهة المهم الشيء ماشي الإنسان، أما العزود لا، والضربة تصير مقابل الفي نوتش مو بالظهر مثل الشعر، وهاي الفائدة تايب شين الشعر. العينة إذا كانت من النوع البروتون راح يصير شي شكل هذا الضربة، ولا دكتايل راح مثل ما يقول تنحني يعني. طبعا تفاصيل الفيديوهات أنا وعدتكم إنه أنزل مجموعة فيديوهات، صراحة سويت يعني تقريبا أقل ساعتين أو ساعتين محاضرات، مجموعة محاضرات تشرح التنسايل تنسايل تيست، الإمباكت تيست، عملية تصنيع الستيل، والشرح مالت يعني الرمي بالكابل بالسيميكل بالكيرف ستيل هذا كذا. بس هم جتني هاي الرسالة إنه يعني تنبيه، فاللي يحتاج من هذا مني أنا يعني نشرته ومساحته حتى لا تجينا مخالفة تنسد القناة، اللي يحتاجهم نخليه يعني راسلني باسمنا إن شاء الله. هي طبعا كل المحاضرات موجودة على اليوتيوب، الأخوة مصريين أخوة عراقيين أخو محاضرات أكو يعني أشبه بالفيديوهات مراحل تصنيع الستيل إنجليزية يعني. إنه يختلفون وين بفتحة هاي النوتش إلى بعد، بس هذا الفي نوتش الشاربي في نوتش يكون أبعاد العينة، طبعا هي 32 أبعاد العينة، 10 في 10 في 55، هاي 55 اللي هي شنو طول العينة، ويختلف قلنا شنو بالبعد مال الفي. أنا هاي هيك بس مقدمة، هذا البعد اللي ذكرناه يسمونه فول سايد، اصطلح عليه شوف الفول سايد الخاص به بالعينة الاستيشن. أكو مصطلح ثاني راح يمر علينا إن شاء الله، بس إحنا قلنا هاي العينة اللي أبعادها 10 في 10 في 55 يسمونها فول سايد، من بعد سبيسمنت. زين هنا اكو فرض انه لو كان سوق العين اقل من 10 مللي، بس هنا العينه اللي احنا قلناها هي اقل 10 في 10 و15، زين اذا اقل، اذا اقل فيكون العينه اللي يكون سمك اقل من السمك المطلوب يعني اقل من 10 يسمونها سب سايز، يعني اقل من السايز المطلوب. في هاي الحالة يقول لك إنه لابد أن يكون العرض مالتها على الأقل 80%، يعني عرض هاي القطعة أو العينة لابد أن يكون على الأقل 80% من سمك الديتين. طبعا معايير قبول هاي العينة السب سايز اللي يكون سمكها أقل من السمك المطلوب أقل من 10 مللي، يعني معايير القبول مالتها تختلف عن العينة اللي فول سايز اللي هي سوف يكون 10 مليون. وأكو فد ملاحظة إنه كلما قل السمك راح يزداد شنو توكنس، والعكس صحيح. طبعا هاي العملية مال إمباكتيس كلها تصير أفق أفق الاستم اي 370، هذا الحكي اللي حكيناه ان شاء الله هو راح يمر علينا، بس هيك حبيت اعطيه مقدمه يعني مقدمه حتى نهي الابحاث. فالفقره الاولى
اللي راح ناخذها بهذا الموضوع. 4 2 9 1. يقول عندما يطلب المشتري، يعني إذا المشتري طلب، أو الفقرة 4 2 10 اللي هي توفنس ريكويرمنت، يعني هاي إذا طلب شنو؟ مجموعة من عينات الشاربي في نوتش امباكت سبيسمنت، يعني يقول لك يا بسوي امباكت تيست بس بيا طريقة، بطريقة الشاربي في نوتش، يعني مو بطريقة الايزو. زين يقول لك هنا شو تسوي انت؟ لازم شنو؟ يجب أن تأخذ مجموعة من الصفائح، تأخذ مجموعة من البيتات ورا شنو؟ ورا ما سويت المعاملة حرارية. بعد قايل لك بين قوسين طبعا شنو؟ إذا كانت الصفائح معاملة بالحرارة، يعني أنت تأخذ إذا كان المطلوب، إذا طلب البرتشيزر أو الفقرة 4 2 10 شرطت عليك شو تسوي؟ باك تيست، فحتى تسوي عينة، حتى تاخذ مجموعة من عينات الشاربي فينوس وتسوي امباكت تيست، لازم تاخذ شنو؟ مجموعة من الصفائح بعد المعامل الحرارية اذا كانت المعامل الحرارية مطلوبة، ذلك من قوسين. والعينات يجب ان شنو؟ تفي قايل لك متطلبات الطاقة المطلوبة. متطلبات الطاقة هنا إن شاء الله راح ناخذ بالجدول 4 5 القيم اللي مطلوبة من العينات، يعني إذا كانت العينة من كذا مثلا الجروب الأول الثاني الثالث والرابع، وأخذنا العينة مثلا طولية أو عرضية، يقول لك مثلا هذه قيمتها، فهذه القيم هي يسمونها قيم الإنرجي المطلوبة. تيست كوبون، مصطلح الكوبون يعني هي القطعة مثلا من العينة اللي راح أقسمها إلى عدة عينات، الكوبون يقسم إلى عدة عينات، يعني الكوبون الواحد يحتوي إلى عدد من السبيسمن. فهنا أنا قايل لك الكوبونات الاختبار يجب الحصول عليها شنو؟ من عينة تكون مجاورة لعينة اختبار الشد، يعني الكوبون اللي راح تاخذ من عند السبيسمن مالت الامباكت تيست تكون مجاورة لمن؟ للكربون مال التنشن تيست، يعني احنا راح نسوي شنو؟ اختبار التنشن تيست، فالقطعة من البيت اللي راح نقطعها حتى نسوي بها نقسمها ونطلع منها عينات تكون مجاورة لمن؟ للقطعة اللي راح نسوي عليها شنو؟ تنشن تيست. هنا انا قايل ايش؟ يعني كل عينات الامباكت تيست الفول سايز اللي هي 10 × 10 × 10 × 55، قايل لك شنو؟ يجب ان يكون محورها المركزي اقرب ما يكون الى مستوى، يعني الى سطح سمك الصفيحة بربع ما تسمح به سمك الصفيحة. ان شاء الله واضح، أنا راح أعيدها، إنه كل عينات الإمباكت تيست من نوع الفول سايز اللي قلنا بعدها 10 × 10 × 55، يجب أن شنو؟ أن يكون هاي العينة يكون المحور مالتها المركزي، محورها المركزي أقرب إلى ما يكون إلى مستوى سمك الصفيحة بربع ما تسمح به سمك الصفيحة. أوكي.
زين، الفقرة اللي بعثي 4292 يقول عندما يكون من الضروري، عندما يكون من الضروري تحضير عينات الاختبار اللي هي تيست سبيسمنت من كربونات منفصلة، لأن الكربون يحتوي على عدد من السبيسمنت، طبعا هو العدد 3، يحتاجون 3 عينات، فالكربون يقسم إلى عدة عينات. عندما يكون من الضروري تحضير عينات اختبار من كربونات منفصلة قايل لك، أو عندما يتم تجهيز صفائح، إذا هاي الصفائح يجهزها ياهو اللي راح ينتج الصفائح، اللي راح يجهز الصفائح وينتجها بطريقة شنو الهوت رول، يعني شنو يكون تشكيلها على الساخن. احنا عندنا تشكيل على الساخن وتشكيل على البارد، ايضا هاي من ضمن الفيديوهات ان شاء الله اللي راح اعرضها لكم، وانتم مجرد ما تكتبون الهوت رول للبليت راح يبين لكم، او الكولد رول للبليت ايضا يبين لكم حتى تفهمون الموضوع. يقول لك هاي الكربونات اما يتم تحضيرها بشكل منفصل او يتم تجهيزها عن طريق هذا اللي راح ينتج الصفائح، وين عندما تكون الصفائح في حالة الهوت رول، يعني في حالة تشكيل على الساخن. قال لك شنو مع المعالجة الحرارية، يعني شنو تكون هاي الصفائح معالجة حرارية من قبل المصنع، ويجب أن يتوافق هذا الإجراء، يعني هاي الطريقة مال تحضير الكربونات مالت الاختبار. عشان هذا أقول لك طريقتين، أما يقول لك يحضرونها بشكل منفصل، يعني ورا ما يكمل كل شيء ياخذون عينات 3، يعني كربون واحد يحتوي على 3 عينات ويسوون عليها شنو الإمباكت تيست، أو لا اللي راح يجهز البليه ياخذ العينات هذني أثناء ما يشكل شنو اللي يعني البليه مالته تكون هوت رول، وأيضا مسويها معاملة حرارية. وهذا هاي القضية كلها تكون وفق الأستم أي 20. الفقرة 4292 فقرة 4292 ثلاثة تشير أنه اختبار الصدمة الإمباكت تيست يجب أن يتم إجراء عليه، من إحنا قلناها قبل شوي، على 3 عينات، يعني هاي من ضمن الأسئلة اللي تيجي، على كم عينة يصير اختبار الإمباكت تيست؟ على 3 عينات، أوكي؟ على 3 عينات مأخوذة منين؟ من التيست كربون. قلنا التيست كربون معناها شنو؟ قطعة تحتوي على مجموعة من العينات، بما أن الاختبار إمباكت تيست فعدد السبيسمنت يكون 3 بهذا الكربون. يقول لك من قسيمة الاختبار، يعني هنا نقول اختبار صدمة يجب إجراء على 3 عينات، منين مأخوذة؟ من التيست كربون أو التيست لوكيشن، يعني أنت أما تأخذها مثل ما قال بالفقرة السابقة، أما عن طريق يعني كربون مقسم إلى عدة سبيسمنت اللي هن قلناها هسه هاي الفقرة 3، أو لا ورا ما يعني شنو يحددوا لك تيست لوكيشن اللي هو صاحب المصنع يسوي هذا الاختبار للبليت اللي راح يصنعها، على قلنا حالة الدرفل على الساخن، وتكون معاملة يعني مسوي لها معاملة حرارية اللي هو شنو نسميه تيست لوكيشن. زين، زين، هنا جاي يتكلم على من؟ يتكلم على القيم اللي راح تطلع من هذا الاختبار،
سميها الـ average value of specimen. قال لك متوسط قيمة العينات ايش بي؟ يقول لك يعني المفروض لا تقل قيمة العينة الواحدة عن الحد الأدنى المحدد للقيمة. يعني هاي العينة بهذا الجروب مثلا من المعدن هيك مواصفات إلى فرد قيمة دنيا حتى ينجح. فالمفروض أنت من تدخل هاي العينات بجهاز الاختبار وتسوي لها باك تيست، المفروض شنو تطلع ناجحة، يعني تتجاوز أقل قيمة حتى تطلع ناجحة. وقال لك يجب هنا أن يتوافق يعني النتائج، يعني أقل قيمة من هاي العينات تطلع اللي دخلت الاختبار وأنت تتوافق وياهم مع القيم الدنيا المحددة، يعني شلون مع المينيموم والمقبول. إن شاء الله هاي كلها راح نتعرف عليه بأمثلة. ونكمل قايل لك إذا كانت قيمة، إذا وحدة احنا مو ثلاث عينات، إذا كانت وحدة من هاي العينات إذا كانت قيمة واحدة أقل من ثلثي القيمة الدنيا المحددة، يعني إذا وحدة من العينات كانت قيمتها أقل من ثلثي القيمة المقبولة. العفو، إذا كانت قيمة واحدة من هاي العينات اللي دخلناها للاختبار كانت أقل من القيمة المقبولة أو أقل من ثلثي القيمة المقبولة، يعني أما أقل بصورة عامة أما قايلك أقل بمقدار ثلثين، سواء يعني أقل من القيمة المقبولة أو أقل بمقدار ثلثين من القيمة المقبولة، شو تسوي؟ شو تسوي؟ ترجع تسوي اختبار لثلاث عينات إضافية. فيجب اختبار ثلاث عينات إضافية ويجب أن تكون لكل منهما قيمة أكبر من القيمة الدنيا المحددة أو مساوية لها، يعني تسوي ثلاث عينات ثانية وتشوف القيمة لازم تكون أما أكبر يعني من المينيموم المقبول أو مساوي إليه. طبعا شنو يجب أن يكون تشوف أكبر قيمة من ذن الثلاث عينات تكون شنو مساوية يقول لك للقيمة الدنيا، ويجب أن يكون لكل منهما العفو ذن الثلاث عينات اللي راح أسوي لهم الاختبار يجب أن تكون قيمة كل واحدة من عندهم، يعني العينات ثلاثتهم قيمتهم أكبر من أقل قيمة دنيا يعني مقبولة أو مساوية لها، يعني أما بقد المينيموم مساوي لها أو أكبر من ذلك. قايل لك agreed down أو أكبر منين؟ يعني من المرجع مالك، احنا ياهو قلنا المرجع مالنا الجدول اللي هو قلنا الأربعة خمس. اوكي طبعا هذا الجدول 4 5 هسه احنا شوية ونفهم شلون نستخدمه ان شاء الله، حتى بس حتى نفهم هنا انا يقول لك انت تسوي عينة على ثلاث 3 سبيس يعني ثلاث عينات، ولازم شنو قيمة العينة الواحدة شنو تطلع أكبر من هاي القيم، أكبر من هاي القيم. زين خليني أشرح لك على حسب بعدين، يعني هو الموضوع شوية يحتاج لمثال حتى يتوضح إن شاء الله. أعطي المثال إن شاء الله، بس أخلص اللي هنا أعطيكم أسئلة على هذا أو أسئلة على هذا الموضوع حتى الفهم. الفقرة 4294 يقول لك إنه عينات الاختبار
يجب أن تكون شنو ناس جاي يشرع على عينات الأطباء، يجب أن تكون شنو شاربي دينو شاي فهمناها، جاي لك التايب أي سبيسمنت، أكو عدة تايبات، هو هنا إيه التايب أي، وقال لك منه هاي يصير كله وفقا للأستم أي 307. البي نوتش شو يصير بيربنديكولار، يعني تتعامد ويا من وسط البليتو وسط سطح البليتو اللي راح تختارها وتاخذ من عندها شنو يعني اللي راح تسوي تاخذ منها كوبون وتسوي من عندها سبيسمنت. زين هسه هنا بتكلم عن الأبعاد مالت الفقرة اللي بعد 4294، يقول 4295 بالنسبة للصفائح التي يكون سمكها غير كافي لإعداد عينات بالحجم الكامل، قلنا إحنا الفول سايز إيش قد أبعادها 10 في 10 والطول مالتها 55 ملم. هسا انت اذا قدرت تسوي العينات بهاي الابعاد خير على خير، اذا ما قدرت يعني شو يصير تتحول من الفول سايز للسب سايز، يعني حجمها اقل من هذا اللي مطلوب. فهنا انا شارح لك جاي لك بالنسبة للصفيحة التي يكون سمكها غير كافي حتى تعد عينة بحجم كامل 10 في 10، فهنا شنو قايل لك يجب إجراء الاختبارات على أكبر العينات الصغيرة التي يمكن تحضيرها من الصفيحة، يعني تحضر صفيحة بأبعاد أقل، يجب إجراء الاختبارات على أكبر العينات التي يمكن تحضيرها من الصفيحة. أنت تحضر العينات تحاول تخليها بهاي الأبعاد اللي مذكورة، وإذا حصلت عندك يعني عينات بأبعاد مختلفة فتختار أكبر وحدة بهم. بس شنو هنا أكو في الشرط واحد، إنه العرض أنا ذكرته قبل شوي بالمقدمة، قايل لك هنا يجب أن يكون العرض مالت العينة شنو يجب أن يكون العرض على طول الشق 80% من سمك المعدنة، يعني العرض مالت العينة يجب أن يكون على الأقل 80% من سمك البيتة. إيش قد سمك البيتة؟ فالعرض يساوي العرض مالت القطعة 80% من سمك البيتة. زين الفقرة 4296 الفقرة 4296 يقول قيم طاقة الصدم، طبعا شنو إن شاء الله نعرض لكم الفيديو أو الصور مال هذا الاختبار راح تفهم شنو معنى قيمة الانرجي فاليو أو الإمباكت انرجي فاليو، هي شلون الهمر راح تضرب العينة، فهاي العينة تمتص الطاقة فيقيسون ايش قد مقدار امتصاص الطاقة من قبل العينة، والحد يا مقدار من الطاقة أو قوة الضرب وصار بها فشل أو انحناء حسب نوع الماتيريال يعني والظروف المحيطة. في الفقرة 4296 تقول إنه القيم مال طاقة الصدى التي تم الحصول عليها من العينات ذات الحجم السب سايز، هنا جاي يتكلم عن الإمباكت إنرجي فاليو للقسمة اللي تخص العينات الصغيرة اللي قلنا الحجم مالتها يكون أقل من 10 في 10 في 55 اللي سميناها السب سايز. يقول يجب أن لا تقل هاي القيم هذه عن القيم التي تتناسب مع قيم الطاقة المطلوبة للعينات بالحجم الكامل ومن نفس نوع المعدن،
يعني عاملها على أساس يقبلها وما يقبلها، مثل ما يعامل العينات الفول سايز اللي تكون من نفس الماتيريال. يعني عاملها بمعرفة هل هي ناجحة أو مو ناجحة حتى يقيمها، مثل ما يعاملها لو كانت فول سايز سبيسمنت ونفس المعدن. زين، الفقرة 4297 4297 يقول إن جهاز الاختبار اللي راح نسوي عليه امباك تيست، يعني لازم يكون شنو معايا وتاخذ النظر الاعتبار ايضا التغيرات اللي مسموح بها بدرجات الحرارة، في درجات حرارة عينة يجب ان تتوافق ويا ما قايل لك، وهي الاستم اي 370. طبعا هذا الاستم اي 370 يذكر كل هاي التفاصيل، أو ما يعادل يعني هذا الستاندرد اللي هي شنو المواصفات القياسية. أما تكون ناشونال ستاندرد يعني خاصة بالبلد وبها يعني مصادقة لهاي المواصفات من قبل البلد ومحترف بها، أو من قبل الأيزو ستاندرد. هنا أنا يعني هيك توضيح بسيط، نقول في حالة إجراء الإمباك تيست لابد يعني انه تسأل هل هذه الاجهزه اللي راح نشتغل عليها هذا الاختبار نسوي لها معايره او لا. اكو اختلافات، اذا كانت الاختلافات بدرجات الحراره يعني بسيطه فمسموح بها. فمثل ايش؟ نعم، مثلا انت يعني اخذت عينه بدرجه حراره مثلا 60 درجه وخليتها على الجهاز، لما ما قستها بالجهاز الحراري لقيتها 59، فهذا يعتبر اختلاف بسيط يعني. بس إذا كانت اختلاف بسيطة فيا اللي يعالجها تعالج لك هاي الاستندرات اللي ذكرها هنا، هسه هاي الاستم اي 370 او هاي الايزو ستاندرد. انا بصراحة لأن الموضوع يعني ما يخلو من صعوبة، وجاي نتكلم عن مواضيع يعني بيها نظر هواي، فأنا شنو حبيت إنه نداخلها بأسئلة أسئلة حتى إن شاء الله تنفهم. يعني السؤال 21 نقول يعني عندما يكون مطلوب أنه تأخذ مجموعة من العينات الإمباك تيست بطريقة الشاربي في نوتش شل بي تيكن، هاي يجب أن تأخذها إمتى هاي العينات؟ قبل المعامل الحرارية، بعد المعامل الحرارية، أو أما قبل أو بعد أو شنو قايل لك؟ أو يعني قايل لك كلاهما قبل وبعد المعامل الحراري. فالاختيار بي اللي هو قبل العفو اي بي بعد المعامل الحراري. الموجود الجواب قبل شوية أخذناه بالمادة اللي هو شنو؟ هاي الجواب موجود بالفقرة 4292 اللي هو وين؟ هاي after heat treatment. من تقرأها أنه يمتى يسوي إمباك تيست إذا كان مطلوب من قبل الفرشيزر، أو الفقرة 4210 محددته إيش يسوي تشار بي في نوش إمباك تيست، لازم تاخذ إما للبليتة after بعده بعد الحرارة. اوكي، السؤال اللي بعده ايش قد هاو ماني امباكت بيشنت ماست بي بروكن فور ان افريج فاليو؟
إذا المعدن مالك اليوان جروب الأول الثاني الثالث مثير هاو ماني شبيه شمين تنباك كيف يشيلك على عدد العينات اللي إحنا تكررت عندنا كم كررناها هاي أن العينات عددهم ثلاث منين جايبين هذا من الفقرة 4293 الفقرة 4293 يقول 3 شبيه شمين تنباك كيف شبيه 3 سؤال 23 يسأل بالحالات اللي يقول لك لا يمكن الحصول على عينة بالحجم الكامل اللي سميناه اللي اسمها فول سايد سبيس يقول لك ما هو العرض المطلوب required width على طول الشق من أجل الحصول على عينة من النوع sub size specimen احنا أخذناها شنو قبل شوية الفقرة 4295 82% من الشرق 4295 جيت هاي قايلة 80% of the material thickness هاي لسه إذا حتى شوية تتوضح المادة بس نكمل toughness requirement الأربعة 4 2 10 4 2 10 واحد احنا هاي ماخذينها راح نقراها هيك يعني على السريع خدناها بالمحاضرة اللي صارت يقول هنا السمك ودرجة حرارة المعدن التصميم والديزاين مثل تمبرتشر خاصة بما بصفاح جدار الخزان وقال لك صفائح تقوية الجدار اللي يستخدمونها ويعمل وين نازلات لأن نازل عندنا من 2 إنش فما يعني أكثر من 2 إنش حطوا له تقويم قوون الجدار يعني شنو الفتحة تسبب ضعف بالجدار شيل انسيرت بليت أو ثيكند انسيرت بليت قلنا هاي إذا خلينا بليت محل جزء من صفيحة الجدار يسمونها إذا كان سمك نفس السمك المجاور أو أقل مقدار 3 ملم يسمونها انسيرت بليت وإذا كان أعلى من سمك البيت المجاورة إلها فيسمونها ثك بمقدار 3 ملم فيسمونها ثك انسيرت بليت جاي لك صفائح القاعدة من الفم وفي الجدار مثلا كل هنا جاي يذكرهم راح يعطيك المعلومات البليت اللي راح تستخدمه وين بالمان هول أو النوزل يعني بقبة النوزل أو بالمان هول زين بعد قايل لك البليت اللي تستخدمه بيمة بالحلقة مال الشغل نوزل فرنج يعني ال إذا تسوي يعني نوزل بس البليت الرقبة مالته شنو عبارة عن بليت رنج يعني بليت وصلنا هسويها سويها رينج إذا كانت أو بلاند فلانج أو الكبر يعني الغطاء مال المن هوم شل بي يقول لك هذا كله لازم شنو يكون وفق الشكل 4-1 أوكي إذا أنا جال الشكل 4-1 هذا شكل 4-1 بس احنا لازم شنو حتى نفهم الشكل 4-1 بس اذا نباع الشكل 4-1 شنو بيه بهذا هو شكل 4-1 بيه هنا ديزاين مثل تمبريتشر اللي هي درجة حرارة تصميمية مالت المعدن وهنا شنو الثيكنس قال لك متضمن كروجن الاونس مطيك هنا الاسماك بالملم 0-5 في درجاته إلى 40 وهنا درجات الحرارة من -50 ل10 درجة سيليزي وهنا شنو يعطيك جروبات المعادن وهنا أكو بعض النوتات جروبات المعادن إحنا مارين عليها سابقا طبعا هنا هاي بالتيبل 4-4 أي وأربعة أربعة هذا جروب في الـ SI وهذا جروب في الـ US
نعم بالملم، وهناك بالإنش الأشياء. هنا قلنا يعطيك الماتيريال والنوت اللي عليها ويقول لك الجروب ويعطيك اللي هي يعني الأسرول سيمي كيرد أسرول كيرد أو سيمي كيرد وهذا، وإذا كان فاين جرين أو شنو المعاملات الحرارية العالية. ولاحظ إنه الجروبات كل ما تعلى كل ما شنو أكو تحسين يصير، يعني تحسينات في المواد. فحتى نفهم الفيجر 4-1 لازم نكون فاهمين هذا وقارينها بملاحظات المفيدة. إن شاء الله كلها إذا الله سبحانه وتعالى شاء راح نتطرق لها يعني على قد المعلومات اللي عندنا. عندنا أنا بس ملاحظات ثبتوها بينكم حتى إنه تفهمون إنه هذا الشكل شنو الفائدة من عنده وليش ذكرها بهاي الفقرة. فقرة التوكنس والبوينت جاي لك إنه أكو 8 جروبات تلقاهم ذي من بالكيبل 4-4 سواء كان أي أو بي. بعد نلاحظ إنه جزء من المعادن تلقاها بالجروب الأول وبالجروب الثاني على سبيل المثال، يعني هاي هيك كمثال. أكو بعض المعادن شفناها بالجروب الأول وبالجروب الثاني مثل الـ A36. فتنتبه إنه هذا شنو الفرق هذا الـ A36 بالجروب الأول والـ A36 بالجروب الثاني. يفرق إنه هذا النوع آس رولد سيمي كولد وهذا النوع أما يكون آس رولد كيلد أما آس رولد سيمي كولد. فهذا الفرق. فأنت من يعطيك معدن تنتبه لها، يعني القصد إنه بعض المعادن راح تتكرر بأكثر من جروب لكن الفارق هو هذا. وقلنا كلما زادت الرقم مال الجروبات كل ما كان شنو أكو تحسين في الماتيريال. إذا أربطنا هذا التيبل الأربعة أربعة مع الفيجر 4-1 نقدر شنو نعرف أو المينيموم ديزاين تمبر المينيموم تمبر اللي هو شنو أقل درجة حرارة مسموح بهم شنو بدون قايل لك without impact test. أوكي يعني هذا راح نستفاد من الجدول إنه نعرف المينيموم ديزاين ميثود تمبريتشر. بس ثبت ملاحظة إنه إحنا لابد أن نعرف شنو ديزاين مثل تمبريتشر مال هذا المعدن اللي جاي نحكي عنه حتى نقارنها ويا من وين المينيموم ديزاين تمبريتشر. يعني لازم نعرف المينيموم ديزاين مثل تمبريتشر. شوف مثل تبيه إلى كلمة مثل أقل درجة حرارة تصميمية للماتيريال وين مقارنها ويعمل وين المينيموم ديزاين تمبرتشر الخاصة بالخزان. يعني بمعنى آخر لو وجدنا أن درجة حرارة الديزاين ميثود تمبرتشر اللي تطلع بهذا الجدول الخاصة بمن قلنا ما دام مثل الخاصة بالصفائح أو بلية الخزان لو وجدناها لها القابلية أن تستحمل درجة حرارة أقل بكثير من المينيموم ديزاين تمبريتشر. يعني لو كانت المينيموم ديزاين ميثود تمبريتشر أقل من المينيموم ديزاين تمبريتشر سواء كان في حالة الديزاين أو في حالة الأوبريشن فهذا يدل على أن المعدن جيد ولا يحتاج إلى إمباكت تيست. بس لو صار العكس يعني لو كانت الديزاين ميثود تمبريتشر أعلى من المينيموم ديزاين تمبريتشر هذا يدل على أنه المعدن يحتاج إلى نسوي له إمباكت تيست بالطريقة اللي ذكرناها سابقا هسه قبل شوية وسوي له الامباكت عند يا درجة حرارة عند المينيموم ديزاين تمبريتشر.
طبعا هذه القضية تحتاج لنا إلى شوي نوضحها بالأرقام. لو عندنا هذا الخط عمودي وكانت درجة حرارة في حالة الديزاين، يعني هاي حالة الديزاين، نفس الديزاين يعني أقصد بها المينيموم ديزاين تمبريتشر، نفرض إيش قد كانت درجة الحرارة هنا، ناقص نفرض نفرض هنا ناقص إيش قد ناقص 12، ودرجة حرارة المتر طبعا هاي المتر منين طلعناها؟ طلعناها من الفيجر 4.1. هاي الديزاين يعني هاي اللي يعني عن طريق الحسابات التصميمية، وهاي الديزاين مثل تمبريتشر طلعتها شنو مثل عن طريق الجدول الفيجر 4.1 اللي قلنا هسه راح نعرف شلون نطلعها. لو كانت هاي المثل كانت أقل نقول ناقص 18، الديزاين المينيموم ديزاين مثل تمبريتشر أقل من المينيموم ديزاين تمبريتشر، فمعناها أنه الأمور جيدة ولا تحتاج إلى أنباك تيست. لكن لو صار العكس، شلون يعني العكس؟ يعني هسه يا الله، وكان هذا ناقص 10 وهاي ناقص وهاي ناقص 8، أوكي يعني هسه صارت الحالة عكس، فهنا الأمور غير جيدة، لازم شو نسوي؟ نسوي امباك تيست عند يا درجة الحرارة، عند درجة حرارة المينيموم ديزاين تمبريتشر. شلون الطريقة تصير؟ بهاي الحالة الثانية نسوي امباك تيست عند درجة حرارة، عند يا درجة حرارة ناقص 10 اللي هي مالت من حالة الديزاين. هاي طبعا شنو على سبيل المثال، وجاي اشرح انا على المثال. اسوي امباك تيست عند يا درجة حرارة، عند درجة حرارة الديزاين تمبريتشر، او احنا شو نسميها المينيموم ديزاين تمبريتشر. شلون اذا انا المعدل مالي بالناقص 8 شلون اوصل للناقص 10؟ اخذ العينة مالتي اخليها بليكويد بارد مثل النيتروجين او سي او 2 حتى اوصل درجة الحرارة تتحول من ناقص 8 من ناقص 10. النوبة شو اسوي؟ اسوي امباك تيست على 3 عينات، اوكي يعني اوصلها عند الديزاين المينيموم ديزاين تمبريتشر واسوي له امباك تيست. وهذا الامباك تيست وين يصير؟ على 3 عينات. يعني تخلي ملاحظة انه يجب ان تكون المينيموم ديزاين تمبريتشر هي الاكبر دائما، هاي دائما شو تصير الاكبر، دائما أكبر، هاي خليها قاعدة، المينيموم ديزاين تمبريتشر هي الأكبر دائما. هسه راح نشرح شلون نطلع المينيموم ديزاين تمبريتشر من الجدول هذا. أنت هنا أنا عندك سمك لمعدن معين، أكون تعرف الجروب مالته من هنا، قاطع هذا بهذا، راح يطلع عندك شنو الديزاين؟ المينيموم ديزاين ميثود تمبريتشر. ناخذ مثال، احسن حتى الامور تصير واضحه ان شاء الله. اقرا هذا المثال، يقول لك يعني صفيحه او ليته السمك مالتها جيب سمكة 1 إنج
الماتيريال معناته 516 جراي 60 اس رول. شوف كاتب لك وكل فاين جرين بين قوسين، استخدموها حتى شنو يشكلون او ينصبون خزان. اف نو امباك تيست قايل لك اذا لم يتم يعني اجراء هذا الاختبار امباك تيست. What is the design metal temperature for the tank؟ ايش قال؟ ال design metal temperature يعني يريد هاي الموجودة بالجدول أو الفقر 4-1. حبوا هاي المعلومات ونجي نطبقها. هسه نروح بالبداية من التيبل 4-4. هو ايش قال 516؟ جريد 60. أسرول وكل دفعنا قبلنا إذا هذا 516 جراي 60 جروب الثاني. هو بالجروب الثاني وكان هو رولد كل فاين جرين، إذا هو بالجروب الثالث. فآخذ هاي المعلومات وأروح للشكل 4-1. 4-1 أقاطع الواحد إنش ويعمل ويا الجروب الثالث. تكون درجة الحرارة جيد ناقص 10، فهو الاختيار سي ناقص 10 درجة فهرنهايت. بس تنتبه انه تشتغل على اي نظام، يو اس يو اس اي، تنتبه هنا. ناخذ مثال ثاني المقروض. قايل لك نيو شيل انسيرت البيت يعني جدار خزان تتركب للوحة جدار جديد. انستول ايش قد السبك مال الجدار الخزان يعني 2 كان 1.5. تركب بيته يعني على جدار خزان 2 ممكن زيادة 1.5 من الانج. انشيرت بليت ماتيريال عن اكزاكتنج يعني هنا الماتيريال هو شقد اللي راح تستخدم يعني يعني هاي البليت الجديدة اللي راح تسويها انشيرت بليت من جدار الخزان اللي هو من النوع 516 جريد 65. وقايل لك اني نورماليزد وكل وفاين جريد وده مينيموم ديزاين متل تمبريتشر هم يريدها اليوم بفهرنهايت. قايل لك ايضا قايل لك نوت ريكوارد ان تيست فور ذيس ماتيريال ام جيفن تو ذيس. يقول لك ما هو ادنى درجة حرارة لهذا المعدن بالفهرنهايت بحيث ما تتطلب تسويها شيء من باك تيست لهذا النوع من المعدن ولهذا السمك اللي طاق يعني 560 516 جراد 65 ولسمك 1.5 للإنج. نروح هسه للأي بي ال 516 جراد 65 نروح طبعا للتيبل اللي قبل شوية كنا 516 جريد 65 يعني نورماليزد الكل وفاين جريد نورماليزد
إذن هو شنو؟ هو من السابق، من الجروب السابق، الروح. وزيد واحد أمس في الجروب السابق، فاتح هذا الجروب السابق، لا ما أعتقد 23. 20 فاتح هذا الواحد ونص، هذا الجروب السابق هذا 12. هاي شنو المينيموم ديزاين ميثود تنضرب؟ بس شنو هنا يعني كاي الأسئلة شنو جاي تعلمك شلون تستخدم الجدول. هسه إن شاء الله راح تجينا أسئلة مالت المقارنة، يعني يعطيك ديزاين مينيموم ديزاين تمبريتشر، وأنت تطلع من الجدول هذا شلون استخدمنا هسه بين السؤالين المينيموم ديزاين مثل تمبريتشر وتقارن بينات من الديزاين. الديزاين المينيموم ديزاين تمبريتشر لازم هي الأكبر، بس تطلع من الجدول بالشكل الواحد لازم تكون هي الأصغر. المهم هذا أهم سؤال، يعني لك شنو هو الحد الأدنى اللي مسموح به منين، يعني المينيموم ديزاين مثل تمبريتشر إذا كان عندنا خزان قطرة 280 فوت وارتفاع 75 فوت ونصف قطر الخزان متكئة، سمك الصفيحة قايل لك 1.25 إنج متضمن الكيروجين اللاونس ومعطيك كلمة سيريا 516 جريد 55 516 مش قايل لك كيل فاين جرين براكتس وذ اوت اند باك تيست. تريد الريزون هذا طبعا شنو من الجروب الثالث، الواحد والاثنين الثالث طلع خمس، اختيار سي. هاي غلط محمد. زين هذا السؤال هو السؤال خلاص. يقولك ديترماين حدد ما إذا كان الإمباكت تيست مطلوب أو لا، إذا عندك معدن 516 جريس 70 وسمك 1 قايل لك درجة الحرارة التصميمية، شوف هنا شرطيك الديزاين تمبريتشر والفيجر 14 طالع لك المينيموم ديزاين متر تمبريتشر. هسه هنا بيصير معطيك الديزاين تمبريتشر هي 0 درجة فهرنهايت، يعني ما يعادل ناقص 18 شيليه. قال لك شنو المعدن ماله 516 جريد 70 اللي احنا قبل شوية يعني عرفناه انه وين بالجروب السابع 516 جريد 70 بالجروب السابع. طبعا انت شنو عندك 516 جريد 70 عندك بالجروب السابع بالجروب الخامس، فانت تشوف ايش كاتب لك هو نورماليزد، اذا نورماليزد بتلقاه بالجروب السابع. هاي بس تلاحظها بعد انت تدور بالجدول اربعة اربعة، هاي بدك تتمرن عليها ان شاء الله.
بعدنا بالجروب السابع، والسمك ماله شقد؟ 1 إنج. هاي 1 إنج، والجروب السابع وين هذا؟ لما ما تقاطع شقد العفو يطلع 5. الخمس طلع 5. هذا ياهو ريتشارد. العفو، المينيموم ديزاين كان بريتشارد. بس السؤال هو شطان قال الديزاين 0، وانا ايش قد طلعتها 5 مالت المتر. طلعتها 5. اوكي، طلعتها 5. احنا قلنا شنو المفروض؟ المفروض هذه دائما أعلى، دائما الديزاين المينيموم ديزاين تمبرتشر تكون أعلى، بينما بالحقيقة إيش قد طلعت؟ طلعت المثل هي الأعلى، طلعت 5. إذا هذا شنو يحتاج؟ انباك تيست. نسوي 3 عينات، نسوي انباك تيست. إن شاء الله واضحة. نرجع للسؤال، شوف هنا أنا قاعد لك سون باك تيست إز ريكوايرد. بما أن الديزاين تمبريتشر طلعت هي 0 مقياس السؤال، والمينيموم ديزاين مثل تمبريتشر طلعت أعلى، هي المفروض تطلع أقل. إذا طلعت أقل ما بيها مشكلة، يا هي المينيموم ديزاين مثل تمبريتشر. بما أنه طلعت أعلى، إذا أتذكرون بالسؤال إيش قد طلعت؟ إيش قد حليناها؟ قاطعنا، طلعت 5. فإذا شنو؟ معناها يحتاج إنباك تيست. هذا السؤال مهم طبعا. بدأت هاي روتينية للسنين، لك الكرسي الأول سمته 1 و4، يعني 12 ونص مليون، نصف من ديزاين مثل تمبرتشر، بعطيك اياها ناقص 7. وات از ذا ميثود يا جروب؟ يعني تستخدم نفس الجدول بس تعاكس الطريقة. بعطيك يعني قاطع 20، قاطع هذا النص ويعمل هاي 20 وهاي هاي الـ20. الـ20 قاطع هاي هاي، قاطع النص مع الـ20. هاي نرفع من الجروب الأول، أي صح. ناس سوى طاك الجروب، قال لك الأول ودرجة الحرارة 20، يقول لك احسب thickness of material قد صار، اللي يعني احسب سمك المعدن، قال لك يعني سوى تعكس العملية، راح تطلع من صفر. اوكي، يلا نوقف لحد ال
وصلنا للفقرة 4 2 10 2 اللي هي تحت عنوان توفنس ريكوايرمنت. الأربعة اثنين عشرة اثنين أربعة اثنين عشرة اثنين تتكلم إنه يعني رهنا بموافقة المشتري، يعني إذا وافق المشتري إنه الصفائح اللي راح نستخدمها بالخزانات ناتجة من عملية الثيرمال ميكانيك كنترول بروسيس، اللي قلنا هاي إحدى العمليات اللي تنتج شنو صفائح نقدر نستخدمها وين بالخزانات. أوكي، حاط لك بين قوسين إنه هذه الصفائح تم إنتاجها بواسطة شنو عملية الدرفلة اللي هي شنو الميكانيكية الحرارية MTCB. أوكي، شنو تكون تمتاز بأنه راح تحسن لك الصلابة، من البيت الناتج من عتها شي يكون التوفنس مالته بيها بمزايا حسنة. يعني بعد اكو طريقة بديلة بدلا من ذلك، قايل لك نقدر شنو نستخدم بدلا من ذلك، يمكن استخدام الصفائح اللي شنو نسوي لها هي تريتمنت. يعني اما صفائح نقدر نستخدم الخزان بطريقة المنتجة بطريقة ال TMCD، أما لا صفائح بديل لذلك الصفائح اللي شنو اللي نقدر اللي تكون معاملة أو معالجة بالحرارة اللي تكون مطلوبة، اللي جاي لك ذاكرها بالفقرة هاي اللي فوق 4 2 10 1 4 2 10 1، اللي شنو عادة يكون سمكة يكون أكثر من 40 مليون 1.5 الإنش. أو العفو، إذا استخدمت هاي الـ TMCV فقايل لك إيش كل بليتها أنت استخدمت طريقة الـ TMCV بإنتاجها لازم شنو تخضع لاختبار الصدمة من النوع الشاذي فينوتش. أوكي، وفقا للفقرة 4 2 9 و4 2 10 اللي شنو اللي أخذناهن إحنا تكلمنا عنهم سابقا، آن 4 2 11 4 2 11 إن شاء الله سنجد. 4 2 11 بس نرجع حتى نشوف عنوانها شنو، اللي تتكلم عن توفنس وبروسيجر إن شاء الله راح ناخذها شيء من التفصيل. زين هسه نرجع انه لازم كل بليتة تستخدمها بالخزان منتجة بطريقة الـ TMCD. شو تسوي؟ تسوي لها تشارلي في نوتش، يعني تسوي لها باك تيست بطريقة تشارلي في نوتش. زين، وفقا للمواصفات اللي 4 2 9 4 2 10 4 2 11 اللي قايل لك انه لازم البيت من ال TMCB يسوي لها فينوش. بعد وقايل لك اكو شروط خدمة ايضا تخضع لها البليت اللي راح تستخدمها من نوع TMCB. إذا نسوي في نوتش تخضع لشروط في نوتش وفقا لهاي الفقرات الثلاث 4 2 9 4 2 10 و4 2 11، وبعد تكون موافقة لشروط الخدمة المذكورة 5 3 3. أنا شارحها هاي بس ترى من الفيديوهات مال الشهر مال السكشن الخامس إن شاء الله. نروح للفقرة 4 2 10 3. الفقرة 2 10 3 يقول لك الصفائح اللي يقل سمكها عن 40 مليم أو يساوي 40 مليم، بس اللي أكثر من 40 مليم إحنا حكينا عنها، بس الأقل أو يساوي 40 مليم يقول لك يمكن استخدام
الصفائح التي يقل سمكها أو يساوي 40 ملي يمكن استخدام شنو؟ ميديول ذلك يمكن استخدام فوق درجات حرارة المعدن التصميمية كما موضع في شكل 4:1 بدون اختبار صدمة. إنه شكل 4:1 هذا طبعا هي اللي 40 ملم هاي تقدر تستخدمها بدون اختبار صدمة، يعني هذا شنو يعطيك المينيموم ديزاين مثل تمبريتر without اوف ماتيريال without جاي لك شنو ان باك كيس في 40 ملم او اقل نقدر نستخدمها بهاي درجات الحرارة وهاي الأنواع من الجروبات مثل ما تعلمنا بدون اختبار صدمة. زين والاستخدام هذا بدنا نستخدمها هسه هاي شنو هذا الجدول اللي الفيجر اللي طلعناه 4:1 يقول لك الصفائح اللي سمكها يساوي 40 ملم او يقل تقدر تستخدمها شنو بس انتبه هنا above the design method temperature اوكي above زين زين قايل لك بعد هنا هذا الجزء الثاني خلينا نمسح هذا قايل لك انه اذا تريد تستخدم هاي البليته اللي يسموها اقل او يساوي 40 ملم درجة حرارة المعدن التصميمي اللي تكون اقل من درجة الحرارة الموضحة في الشكل 4:1 لازم شو تسوي؟ هسه فوق ما عندنا مشكلة إذا أقل يقول لك لازم شنو تبرهن إنه هاي البليت أو الصفائح لازم تثبت إنه شنو التوفنس مالتها شبيه التوفنس مالتها تكون وفق يطابق المواصفة 4:2:11:3 و4:2:11:2 و4:2:11:4 من قبل المشترين. يا هي المعادلة اللي مسويها معالجة حرارية. بس نجي هاي الفقرات اللي ذكرها 4:2 11:2 11:3 11:4 اللي هي شنو مال توفنس البروسيجر هلا الفقرة 4:2:11:2 تكلم انه كل صفيحة مدركلة كل صفيحة سواء كانت مدركلة او معاملينها بالحرارة يجب اختبار الصدمة. هسه حتى تعرف ان اختبار الصدمة يصير للبيت اللي مسوي لها مدركلينها او البيت اللي فيه معاملة حرارية. شو بيقول لك من باك تيسي نقول الفقرة 4:2:9 اللي أخذناها عند الديزاين مثل تمبريتشر أو أقل منها حتى شنو تظهر لك قيم التشاربي في نوت ايش قد قيمها سواء كانت شنو طولية أو عرضية. طبعا خلينا نفهم شنو طولية أو عرضية. احنا هاي اللي نفرض البليتة مالتنا طبعا تجي مدركلة هي ما اقدر ارسمها مدركلة بس اذا العينة طبعا هي البليتة تدركل بالطول انتو كل احنا شايفين البليتة وانا راح انزلكم صورة ان شاء الله توضيحها. اذا العينة اخذتها نفرض هاي العينة باتجاه الطولي للدركلة إلها قيمها الخاصة وأكو باتجاه العرض للدرفلة إلها قيمها الخاصة أوكي. من اللي يوضح هذا الشيء هذا التيبل 4:5
اللي هسه إن شاء الله يجب نكون. على العشرة قطبية وأرضية للبيتين، وكل واحدة قيمها تكتب. عفوا. شوف لاحظ أن الطولية قياها أكبر. يعني العينة اللي راح ناخذها حتى نسوي لها انبار كيس مثل ما انا رسمت شوي. لو كانت العينة باتجاه الطول للدرفلة يعني مثل هذا نعتبره longitudinal، ولو كانت باتجاه العرضي نعتبره transverse. هاي العرضي، ونلاحظ قيم التوكنس باللونجيتيودينال تكون أعلى، يعني كما مبين بالجدول الأربعة خمسة. زين، السبب لأن إذا سوينا رولينج للبليتين يعني دخلناها الصفيحة راح تدخل بسمك عالي، وتكون شنو الحبيبات مالتها فورس جرين، وشنو راح تخرج بسمك أقل، يعني تتحول من الكورس جرين إلى شنو الحبيبات إلى لونجيتيودينال جرين. فتكون شنو السترينث لللونجيتيودينال جرين راح تكون أعلى. ليش؟ لأن اللونجيتيودينال شنو سويناها؟ سويناها كولد وركينج، يعني العمل اللي مالت الدرفلة مالتها راح يصير على البارد، وبالتالي شنو؟ وبالتالي التنسايل سترينث مالتها شنو زاد أيضا. هاي شيء ملاحظة يعني. بعد الملاحظة الثانية البروبرتيز بالاتجاه الطولي للدرفلة تكون أحسن بكثير مما كان بالاتجاه العرضي للدرفلة، بالتالي المواصفات راح تكون بالاتجاه الطولي تكون أفضل. يعني إذا كانت المواصفات أفضل يعني التوكنس الانبار تكون أعلى مما لو كان شنو بالاتجاه العرضي ترانس فيرس، وحتى مكان العينة راح يأثر علما على معايير قبول الصدمة. يعني هسه نلاحظ بالاتجاه الطولي لها قيم والاتجاه العرضي لها قيم ثانية مثل ما وضحنا لكم بالشكل 4 5 التيرو 4 5. طبعا احنا شنو ان شاء الله ناخذ عمليات حسابية استخراج استخراج قيم الانبار يعني. نكمل طبعا شنو هنا ناخذ 3 عينات نسوي الانبار فيس. قايل لك انظر إلى 4 2 9، إذا اطلع على القيم الدنيا لعينة واحدة ولا عينة صغيرة فهو هو مستخدم هنا. وش لك في الشعر؟ أنا قايل لك مصطلح الصفيحة المدرفلة يشير إلى الصفيحة الوحدة المدرفلة، يعني العينة المدرفلة. يعني يقول لك هنا صفيحة مدرفلة يقصد هنا على العينة اللي راح أسوي لها الباك تيست. سواء كان من الصفيحة أو شنو، أو يتأخذها منين من الشبكة.
وأكو فد علاقة تربط بموقع وعدد العينات، يعني مكان العينة قلنا موقعها راح يختل... راح يشني أيضا يأثر على قيم الإمباكت تيست. الفقرة اللي بعتها 4 2 11 3 إنه الصفائح، يقول لك بالنسبة للصبائح اللي تكون حالتها مدرفلة يجب مثل ما قال هنا قبل شوية، يجب نسوي شو نسوي اختبار صدمة علما للصفائح الأكثر سمكا. الصفائح يجب نسوي اختبار صدمة، احنا قلنا علما للصفائح اللي تسوي لها رولد أو الهيت تريتمنت معالجة حرارية. هنا أنا جاي أعيد الكلام، يقول لك إنه الصفائح المدرفلة شنو؟ الصفائح الأكثر سمكًا شو تسوي لها؟ تسوي لها يجب اختبار صدمة نقطة للبليت اللي مسوي لها شنو؟ تي إم سي في اللي هي هاي شنو؟ عملية إنتاج، طريقة من طرق عملية إنتاج الصفائح. يجب أن يتم اختبار الصدمة لكل صفيحة مدرفلة، ويجب أن يكون اختبار الصدمة طبقا للمواصفة 4 2 9 بعد، ويحقق متطلبات 4 2 11 2 اللي ذكرناها سابقا، يعني ما موجود بالتيبل 4 5 لازم يتحقق حتى نعرف أنه هاي البليتة حققت متطلبات الإمباكت تيست وتكون ناجحة ونقدر نستخدمها بالخزان عند درجة حرارة المعدن التصميمية. الفقرة 4 2 11 4 هاي تعتبر من الفقرات المهمة. يقول هنا إنه الشركة المصنعة يجب عليها أن تقدم بيانات اختبار معادن الصفائح لمن يقدمها للمشتري، يعني الشركة اللي جاي تشتري الصفائح أو الشخص اللي جاي يشتري الصفائح، الشركة اللي جاي تصنع هاي الصفائح لازم تقدم له البيانات مال اختبار المعادن الصفائح المتعلق بالبيتان التي توضح ذلك استنادا أما إلى الإنتاج السابق من نفس المصنع، يعني أما مال هذا المنتج أما الإنتاج السابق ماكو مشكلة، إذا أنت منتج معدن نفس المعدن هذا طالبه المشتري وما في مشكلة، التي تثبت أن المعدن له الصلابة المطلوبة عند درجة حرارة المعدن تصميميا، يعني لازم تقيم من البيانات مال اختبار المعادن ما يثبت أن التوفنس أوكي عندنا عند الديزاين مثل تمبريتشر حتى ما يصير عندنا فشل. هاي تعتبر فقرة يعني مهمة وتخص بالتشيزة أكثر شيء. خلينا نرجع شرحنا هاي الفقرات، وصلنا للفقرة 4 2 10 4 أيضا تعتبر مهمة. هنا يتكلم علي من عن الريفورس أبليت اللي تصير وين على فتحات الجدار، أي فتحة تصير بالجدار تحتاج يصير بها ضعف فتحتاج إلى تقوية، فيخلونها بليتة يقوون بها يسمونها reinforcement بليت. جاي يتكلم عنها هسه، يقول الصفيحة المستخدمة لتقوية فتحات الجدار أو الإنسيرت بليت أو الثيكند إنسيرت بليت اللي كلها هاي تستخدم لتقوية التقوية، يجب يعني ذن اللي راح الريفورسمنت بليت أو الإنسيرت بليت أو الثيكند إنسيرت بليت يجب أن تكون من نفس معدن صفيحة التي تربط فيها، أو تكون يعني لازم تكون شنو من نفس الصفيحة اللي راح ترتبط من نفس المعدن مع الصفيحة اللي راح ترتبط بيها. لكن هذا جدار الخزان
المفروض هاي انسيرت بليت او انتكت انسيرت بليت او اخو بليت تصير بسلطة يعني ما في جدار الخزان لازم هذه لازم هذا تكون من نفس المعدن هذا لازم تكون من نفس المعدن أوكي. يجب أن تكون من نفس معدن الجدار اللي راح ترتبط به أو تكون من أي معدن مناسب مدرج بالجدول قايل لك أربعة أربعة تيبل أربعة أربعة بعد والشكل أربعة واحد باستثناء مطيك استثناء شنو هو؟ باستثناء النوزل وراء الرقم مالتل النوزل هذا الكلام ما ينطبق عنه والمين وين يعني الرقم مالتل المين وين اللي فتحة اللي يدخل منها الأشخاص اللي راح يقومون عمليات التفتيش على الخزانات وبعد قايل لك هنا انه المعدن يجب ان يكون المعدن شنو ذا مرونة قايل لك اليلد والتنسايل سنترين لازم شنو تكون مساوية او اكبر او تكون متوافقة مع الجدار المجاور هذني لازم يتحقق عن اليلد والتنسايل سنترين يجب ان تكون شنو متساوية أو أكبر أو تكون شنو؟ هاي متساوية أو أكبر أو تكون متوافق وين عمل وين البيت اللي راح يصير عليها اللي راح يصير عليها مجاورة للجدار قايل لك انظر للفقرة 4 2 10 1 و7 5 2 3 ايتم بي ما بيها شيء يعني الكلام نفس الكلام هاي هنا يقول لك الأمور اللي تتعلق بال 7 2 7 5 2 3 7 5 2 3 هاي الفقرة تتكلم عن الفتحات أو التوصيلات اللي راح تصير بالجدار وبعطيك بعض الشروط اللي لازم تتوفر وين بالفتحات اللي راح تصير بالجدار وصفائح التقوية راجعوها الايتم دي هنا يتكلم لك عن سمك صفيحة الجدار الشل بليت اللي يعني سمك صفيحة الجدار اللي فيها سمك زايد أهم مقروها يعني هو الاي فقرات حاجات الفقرة حتى تتهم يعني لازم كراكش فقرة 7 2 10 5 يقول لك المتطلبات اللي واردة بالفقرة 4 2 10 4 اللي هاي فوق ترتبط فقط على نوزلات الجدار وغرف التفتيش اللي هي النوزل الشير نوزل فايلة والمنهول أما النوزلات والمنهولات اللي تصير بالجدار بالسقف فلا تتطلب شنو توفنس يعني ما شرط عليك توفنس معين توفنس مشروط وين بس بالجدار شل نوزل والمنهول الفقرة 4 2 11
هي بيها هاي 4 فقرات، احنا شرحنا الثلاثة الأخيرة، قد بس هاي أول واحدة. جاي لك إذا إنه حددوا عندما يتم تحديد سوفنس معينة، يجب أن يتم يعني للماتيريال معين، يجب أن يتم ذلك وفقا شنو؟ وفقا لبروسيجرات موضحة بالأربعة اثنين إحداش اثنين، أربعة اثنين إحداش ثلاثة، أربعة اثنين إحداش أربعة، as specified اللي حددناه وين بالأربعة اثنين عشرين. هذا الكلام فيه لحاجين خدناه شوي، وصلنا للفقرة 4.3. إن شاء الله نكمل الموضوع، يعني ما يخلو من صعوبة، بس إن شاء الله نحل أسئلة والأمور تسهل.